يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مبارك طبعا لكل الناجحين، وإن شاء الله الفصل هذا تزبطوا أكثر، بس اللي أخذوا علامات ما ينغروش، يبدوا السعيات يشدوا حيلهم عشان يسكروا العلامة بشكل أكبر. الفصل الثاني اللي هو المستوى الرابع هذا بنشتغل عليه لسه أسهل كثير، وبعدين بنعيد عليه، معانا وقت نعيد عدة مرات. أنا ماشي بشكل سريع، خلنا نشوف هذا السؤال. جد قيمة التكامل الآتي، كويس. الآن راح نشتغل على إيش اسمه التكامل بإيش؟ تكامل بالتعويض. يعني إحنا درسنا اليوم اللي هو التكامل بالتعويض. بس بالله بدي منكم إذا المايكات سكروهن عشان ما يصير شوشرة، هيك في مرات بسمع صوت دوشة، بس عشان ما يصير دوشة لما بكون تحكوا بتفتحوا المايك. يلا الآن كيف بدي أكمل هذا اللي هو السؤال اللي موجود في البداية؟ كيف بدي أكمله؟ أنا بدي أتكامله بدون حدود بالأول، بعدين بكامله بحدود. يعني بالأول راح أشتغل عليه بدون حدود. يعني المسألة كأنها هيك صارت، تكامل 2 سين بديش أكتبها جذر، بعملها أصنص، سين تربيع زائد 9، يعني بدل الجذر شو عملتها؟ أصنص. هاي مرت معانا سابقا، يعني كيف بنكامل جذر سين؟ بنحوله لأسس دال سين. طلع هون الفكرة تبعتنا، فكرة التعويض قائمة على الآتي، انه انا بدي استبدل ما داخل القوس او اللي تحت الأس او اللي تحت الجذر، هذا المقدار بدي افرضه صاد، سميه لام، سميه ميم، المهم بفرضه رمز معين. هاي سين تربيع زائد 9، هاي اول خطوة. الخطوة الثانية بشتق الطرفين، بشتق صاد هاي وبشتق سين تربيع زائد 9 زي الفصل الأول. ما بدي أكتب صاد فتحة، راح أكتب دال صاد على دال سين يساوي شو مشتقة السين تربيع؟ 2 سين، اشتقاق عادي. تمام الحكي؟ تمام. الآن إيش بنيجي بنسوي؟ بنضرب زي ضرب تبادلي. عارفين كيف الضرب التبادلي؟ زي هيك، يعني كأنه نعمل ضرب تبادلي. شو الهدف؟ الهدف إني أخلي دال سين موضوع القانون، بدي أخلي دال سين بطرف لحالها. يلا لما نضرب هون راح يصير دال صاد تساوي 2 سين في دال سين. يلا بدي أقسم هون على 2 سين وأقسم هون على 2 سين، فبتصير دال سين تساوي دال صاد على 2 سين. ترى مع الممارسة، مع الممارسة بصير خلص نسوي هالخطوة بسرعة بدون ما اعمل ضرب تبادل ومش ضرب تبادلي. انا الموضوعين اللي بهموني صراحة في كل هذه القصة اللي هي صاد اللي فرضتها ودال سين اللي طلعت معي، هذول اللي بهموني انا. الان لو بدي اكمل على الحدود، انا هسه راح احل السؤال كأنه بدون حدود، بعدين راح اعيده مرة ثانية وحط الحدود اشوف شو اللي بيتغير في حل السؤال. يلا الان خلنا نستبدل. ايش يعني نستبدل؟ يعني بديش اشوف سين بالمره في المساله، بدي احول كل شيء دلاله صاد. كيف؟ يساوي تكامل، بنحط تكامل الاثنين سين بخليها اثنين سين، لانه مش انا بديش استبدلها يا سعيد، اثنين سين بخليها اثنين سين. الآن محل القوس، محل هذا الأزرق اللي كان مكتوب سين تربيع زائد 9 اللي أنا فرضته، شو فرضته؟ صاد. بس هذا مرفوع للقوة إيش؟ إذا بكتب للقوة نص، مكتوب للقوة 3، مكتوب للقوة 3 حسب ما هو مكتوب. ومكان دال سين شو بدي أحط؟ دال صاد على 2 سين. شفتي كيف؟ معيدها مرة ثانية. أنا فرضت إنه صاد هي سين تربيع زائد 9، اشتقيت الطرفين ضربت تبادل عشان أخلي دال سين موضوع القانون، بعدين رحت استبدلت مكان سين تربيع زائد 9 حطيت صاد، ما هي مرفوعة قوة نص حطيتها قوة نص، 2 سين ما سويت معها إشي اللي من المسألة الأصلية، ما سويت معها إشي، لما كتبت دال صاد صارت دال صاد على 2 سين. الآن واضح إنه هنا في اختصار
2 سين مع 2 سين بتختصر. شو بصفي عندي؟ بصفي عندي نعيد الكتابة السؤال. تكامل صاد أس نص دال صاد. هاي أخذناها. مرت معانا كيف بنكامل هاي؟ أمين يكاملها على السريع. بنحكي صاد نص زائد واحد اللي هي بتصير 2 على 2 على. أيوة يعني قديش بتطلع؟ لا احكي لي الجواب على طول. خلص تعدينا هاي المرحلة. ايش علمتكم انا طريقة سريعة؟ في 2 مضرب. لا بنجمع بنجمع 1 زائد 2 عشان بسرعة. انت كلامك صح، انت راح تقولي هيك، انت كنت بدك تحكي هيك صح؟ نص زائد 2 على 2. انا ما ليش اطولها؟ طريقة سهلة. نص زائد 2 على 2، او اسهل طريقة اني اجمع البسط مع المقام. 1 زائد 2 3 على 2 ضرب ضرب 2 على 3 بالضبط. خلص خلينا نتعود عليه نكتبها هيك على السريع. طبعا زائد جيم لانه انا قاعد بحل السؤال زي ما حكيت لكم انه بدي احله مش محدود، بدي احله بدون حدود. يلا ظل خطوة علي. مين يحزر شو الخطوة اللي ضايلة علي؟ انا خلصت التكامل. تحولها لجذر. لا مش بس احولها لجذر، بدي ارجع صاد لاصلها اللي هي سين تربيع زائد 9. يعني بتصير المسألة هيك، الجواب النهائي 2 على 3 ضرب سين تربيع زائد 9 محل الصاد، يعني الكل مرفوع القوة 3 على 2 زائد جيم. ضايل الخطوة اللي حكيتيها اللي هي ان انا بدي ارجع الاس الكسري لايش؟ لجذر. بصير الجذر التربيعي لسين تربيع زائد 9 الكل قوة 3 زائد جيم. في حدا عنده دوشة؟ راح اعمل ميوت. معلش راح اعمل ميوت على الكل، واللي بده يتكلم يرفع ايده بفتح له المايك. راح اعملكم ميوت، انتم ما قدرتوا تفتحوا مايكاتكم الا لما يرفع ايده، اللي بيرفع ايده انا بعطيه المايك عشان ما يطلع الدوشة في التسجيل. بس اوكي الآن بدي أعيد السؤال مرة ثانية، بدي أعيد حله كامل. بس بدي حدا يشارك معي، بس واحد يشارك معي. مين بده يشارك معي؟ اللي بده يشارك معي يرفع إيده، بس بدي أحله بحدود هالمرة. أيوة مين اللي رفعت إيدها؟ يلا وهاي أنا ميوت إليك. وسيم وسيم هذا أستاذ وسيم. يلا كيف نحله مع بعض مع الحدود؟ ايش راح يتغير على الحل؟ يعني بدي احط من 0 لـ 4 محدود. يعني بدنا نحل نفس السؤال بس محدود في 0 لـ 4. يلا خلنا نبدا. يعني المساله صارت هيك، تكامل من 0 إلى 4 2 سين في سين تربيع زائد 9 الكل مرفوع على القوة نص دال سين. هيك السؤال. شو اللي تغير عن السؤال اللي قبل شوي؟ انه بس حطينا الحدود من 0 لـ 4. يلا استاذي معك، ايش لازم نسوي اول خطوة؟ ايوة مين يشارك؟ لا ماني اعطيتك انا ميوت، ليش كانه مش ظابط عندك الان ميوت. مين يشارك معانا؟ شايفين انتوا خدمه رفع الايد هذه؟ استاذ وسيم مفتوح عندك المايك. لا شكله مش مظابط معه. اللي بده يشارك يحكي، بس احكي لي بدي اشارك عشان اعطيه ال الميكروفون. افتح له الميكروفون. ايوه هاي مين؟ هاي نيفين. يلا يا نيفين. فتح معاك المايك؟ هاي فاتح المايك يا نيفين. مثل الجذر، لا يعني
سين تربيع زائد تسعة أس نص صاد. يعني شو أكتب؟ نقليني، أنا بكتب اللي بتحكي لي إياه. صاد تساوي أيوة سين تربيع زائد تسعة. برافو عليك. يلا شو الخطوة اللي وراها؟ دال صاد دال سين. يعني بنشتق الطرفين. شو بيساوي؟ بعدين هكنا على واحد بنعتبرها. يلا بعدين برافو، نعمل ضرب تبادلي زي هيك. دال الصاد تساوي 2 سين دال السين. كملي. لا لا موضوع القانون بالضبط، لما اوصل عند دال السين بكون انا خلصت. دقيقه هسيات، خلينا اركز، انا مين اللي بهموني؟ بتهمني التعويضه الاولى وبهمني دال سين. طيب شو تغير عن الحل اللي قبل شوي؟ ما هو نفسه طلع هيك ولا تغير؟ طيب ايش بده يتغير على حل السؤال؟ لا انا بدي اقول لك السعيات، هاي دوري عاد السعيات، انا اقول لك شو بدنا نغير. شايف هاي التعويضه اللي صلنا ساعه بنسوي فيها؟ بدنا نزيد عليها شيء، بدنا نزيد عليها شيء. شو بدنا نزيد عليها؟ بدنا نغير الحدود. هاي اصلا هي المفروض سين يساوي صفر، سين يساوي أربعة. بدي اخلي سين مش صفر وأربعة، بدنا نخليهن ايش؟ صادات. بدي ابدل الحدود كمان، بنقول عندما سين تساوي صفر صاد تساوي، باخذ الصفر وبعوضها وين؟ في التعويضه تبعتي هون. صفر تربيع صفر زائد تسعة تسعة. اذا بدال ما يكون الحدود من صفر الى أربعة، راح يصير الحدود من تسعة الى، هسه بنشوف لوين. يلا بعدين بنقول عندما عندما سين تساوي أربعة صاد تساوي كم؟ 16 زائد 9. أيوة قديش؟ 25. من وين جبتها مرة ثانية؟ كيف جبت 25؟ أخذت الأربعة عوضتها مكان سين هون وحسبت صاد. إذن الحدود الجديدة تبعتي إيش صارت؟ من 9 إلى 25. من 9 إلى 25. إذن هذول اللي بيهموني، رقم واحد هاي، رقم اثنين هاي، رقم ثلاث، رقم أربعة. طب افرضوا واحد ما بده يبدل الحدود، بصير؟ لا بصير. لا بصير. بصير انك ما تبدل الحدود وتشتغلي عصاد بالأول، وبس تخلصي، طولي بالك، بس تخلصي رجعي صاد لأصلها، يعني اللي هي كانت سينات، بعدين عوضي بالسينات اللي كانوا موجودين. يعني عندك طريقتين تحلي، يعني هاي خطوة التعويض بالحدود، هاي خطوة التعويض بالحدود، هاي اختيارية، ممكن الواحد يستخدمها ممكن ما يستخدمها، يعني يبدل الحدود ممكن ما يبدل الحدود. إذا بدل الحدود خلص بضل يشتغل كله صاد، إذا ما بدل الحدود برجع الصاد لأصلها. يلا بدلي معاي تنشوف، خلينا احنا نشتغل على التبديل بالاول، بنبدل كل شيء. تكامل من 9 ل 25، لانه صادات هاي، وعشان ااكد لحالي بقول صاد تساوي. ها شو كيف تحولت المساله. ايوه كملي. 2 س ايوه هون بنعوض صاد اس مكان دال سين، ممتاز، اللي هي هذول التعويضات اللي انا سويتهن هون. اذا لاحظ كيف استخدمتها، بدلت مكان السين تربيع زائد 9 حطيت صاد، وبدلت مكان دال سين حطيت دال صاد على 2 سين، وبدلت الحدود صارت المساله كلها بدال صاد. شو بسوي هسه؟ 2 سين بتروح مع 2 سين. يلا نعيد كتابه السؤال مره ثانيه. ايش نكتب؟ تكامل من 9 ل 25 ايوه صاد اس نص دال الصاد. برافو كملي. كملها عادي. يلا كامليها. تساوي صاد 3 على 2 صاد اس 3 على 2 صاد
ضرب 2 على 3. ممتاز. طبعا ما بنحط زائد جيم لانه تكامل محدود. اذا بنعمل حدودنا من 9 على 25. بالضبط. اذا قبل شوي الخطوه اللي قبل شوي ايش سويت انا؟ بدلت الصاد رجعتها بسينات. انا هون غيرت الحدود ولا ما غيرت النش؟ هون غيرنا. اذا ما في داعي ترجعي صاد لاصلها، ما في داعي، خلص هيك ممتازه هاي. يلا كملي. نحكي 2 على 3. اول شيء رجعي صا هاي الاس الكسري، رجعي يا جذور. بدي ارجع الجذور. 2 على 3 في جذر التربيعي لصاد تكعيب. ممتاز. والحدود من؟ بنحط الحدود من 9 على 25. يلا كملي. نعمل قوسين. اول شيء خلي 2 على 3 مره هيك واعملي قوس كبير. هاي طريقه للتعويض ترى سهله، يعني 2 على 3 هاي مضروبه في كل شيء جوا. طلع كيف عملت المنظر؟ مش باول قوس. مش ما هو المشكله، انا خايف ان واحد يحطه مع اول قوس وينسى يحطه مع القوس الثاني. يعني 2 على 3 هاي مضروبه في كل شيء بيجي بعديها، يعني هي هيك اصلا. فانا شو بسوي عشان ما اتلخبط؟ حطيت 2 على 3 برا الاقواس بالمره، بعدين بعوض بالحد الاعلى ناقص تعويض بالحد الادنى، وكل الجواب بنضرب في 2 على 3. لو ما حطيت اقواس شو بفهم هيك؟ بفهم انه 2 على 3 مضروبه في القوس الاول لحاله. هذا مش صحيح. يلا كملي معي. تصير 2 على 3 مضروبه في الكل اللي هي جذر 9 تكعيب. لا، اول ال 25 تكعيب. احنا بنعوض بالاول بالحد الاعلى. هذا بالاول بالفوقاني، بغض النظر احنا مش بالكبير بعدين الصغير، لا ما له علاقه كبير وصغير. الفوقاني هو اللي بتعوض بالقوس الاول، والتحتاني بتعوض بالقوس الثاني، دائما هيك. يلا كملي معي. جذر ال 25 تكعيب ناقص جذر 9 تكعيب. يلا ورينا شطارتك عاد في الحساب. 9 تكعيب 729. لا شوف، يعني هاي اللي حكته نور، يعني انا ما بملوش هيك بتعقد الدنيا. انت في ناس رافعين ايديهم، خلينا نشوف شو اللي بدهم اياه. اللي هو انميوت، هاي فتحنا لك، ونداء انميوت، هاي فتحنا لك المايك يا نداء. يعني هلا منطول نحكي 5 ناقص 3 انه منطولها. كيف 5 ناقص 3؟ من وين جبتي 5 ناقص 3؟ جبر. هاي الجذر التربيعي لخمسة تكعيب. طلع ناخذها على جنب، كيف نحسبها؟ شوفوا انا الجذر التربيعي لخمسة وعشرين تكعيب، هي هيك المسألة. هسعيات انتو في ناس بروح بسوي، بروح ضارب لي 25 في 25 في 25. لويش طيب؟ لويش الطول؟ بتطول بالدنيا انت وبتكبرها هيك، صعبة بتصير المسألة. وانا مش معقول يعني هم بدهم اياني احسب هالحسبة هاي. ايوه. كيف احسبها؟ طب بسرعه ما اغلطش فيها. اطرحهم من بعض والجذر بعطيني اياه. لا 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 اوعك. انت لازم تحسب هاي لحال وهاي لحال. طلعوا كيف بحسبها، طلعوا كيف انا بحسبها بسرعه. بقول الجذر التربيعي لي، طب ايش يعني 25 تكعيب؟ 25 ضرب 25 بالضبط 3 مرات. مظبوط؟ مظبوط. طب ايش الجذر التربيعي ل 25 لحالها هاي؟ وهاي؟ وهاي؟ يعني بيطلع 125. ما اخذتش مني وقت ولا تعقدت. اما تروح تضرب 25 في 25 في 25 وبعدين بدك تروح تطلع جذر التربيعي، هاي مشكلة صراحة. اعيدها؟ فسرت، ايش يعني 25 تكعيب؟ 25 ضرب 3 مرات. ممتاز. طب انا بعرف جذر التربيعي ل 25 لحاله هيك ولا بعرفوش؟ لا بعرفه. ممتاز. معناته الجذر التربيعي كانه توزع على هاي لحال وعلى هاي لحال وعلى هاي لحال، فصار كانه 5 في 5 في 5. تمام الكلام؟ يعني هون شو بدنا نكتب؟ 2 على 3 بننزلها. ايوه بدنا ننزلها. 2 على 3 بدنا ننزلها ونفتح القوس.
ونقول 125 ناقص. يلا لحالك احسبوا هذيك. 3 انا راح افتح المايكات للكل للسعيات، بس ايش بدي اللي بيصير عنده دوشه يسكر مايكه لحاله. ها شايفين في دوشه، مضطر ارجع المايكات مسكره. يا محمد بس هاي مو دوا نحكي هسه انا مش فاهم شيء هسه. ضلك تبع معنا، متى دخلت متاخر. بعرف، انا اصلا دخلت بعرفش انه هلا بده يبلش. يلا هسه ادخل والمثال الثاني بتبدا معنا من اول، بتفهمه سهل. يلا مين يحسب لي؟ ها جذر التربيعي لتسعة تكعيب كيف طلعت؟ 27 ايوه، لانه هي راح تيجي هيك. الجذر التربيعي لتسعة في تسعة في تسعة، هاي ثلاثة في ثلاث في ثلاث، بطلع 27. يلا اطرحي اشوف. نعم مش دائما رح تزبط. لا لا هم بجيبوهن سهلات تخافوش، ولو طلعت جذور خليها جذور، بكون هذا الحل خلاص. يلا ننقص 125 ناقص 27، 15 فيها 8 11 ناقص 2 فيها 9 98. اذا بيطلع 2 على 3 ضرب 98. طبعا الثلاث ما بتقسم مع ال 98 فما في ضرب خلص، يعني بس مجرد بدنا نضرب 2 في 8 16، 2 في 9 18 1 19 على 3. هذا الناتج. خلصت؟ هذا ما برجع بعوده ولا تعوضي ولا شيء، خلص هيك خلصنا على الاخر. مفهوم يا جماعه؟ انا بدي افتح المايكات واحد واحد، اللي عنده دوشه برد بسكر عليه المايك. طيب نروح على السؤال اللي بعده. مين اللي دخل هسه؟ هواوي جديد هو اللي عامل لنا دوشه. ايوه الان راح ابدا بالمثال. نعم في حدا عنده دوشه يا جماعه؟ بالضبط. خليني اعمل انميوت اول. طيب اطلب منكم طلب، انا فتحت المايكات للكل، بس لو سمحتوا كل واحد يسكر مايكه لحاله. طيب دكتور كيف هاي خاصيه رفع اليد؟ ما فهمتها. في عندك دوري على البارتيسيبانتس، روحي على البارتيسيبانتس. شفتيها البارتيسيبانتس؟ اللي تحت. ايوه افتح اكبسي عليها، بيطلع لك في اشي زي ايد هيك بترفع ايدك. خلاص شفتها. شفتيها؟ لسه في دوشه. فلسطين ولا لا؟ نعم هذا زي منهاج فلسطين ولا لا؟ زيه. انا ما بعرف شو المنهاج الفلسطيني. لا احنا اخر شيء عندنا تطبيقات على التكامل المحدود بس لا معناته في تطبيقات لسه ما اخذناهاش احنا، معناته بجوز هذا مش عليكم الدرس. ودي لي كتابك بقول لك موجود ولا لا. في عندكم عنوان اسمه التكامل بالتعويض؟ لا خلص معناته مش مطلوب منك هذا، سوي حالك مش سامع. خلص. انت احضروا اسمعوا افهموا، سهل ترى مش صعب. لا انا لانه ما شرح، احنا خلصنا التكامل اليوم امبارح. بس ما شرح. طيب كويس. طيب بدي حدا يحل معي هذا السؤال. بدي ملاك، وين ملاك؟ يلا حلي معي هذا السؤال. هسا بدنا نمشي سريع يا جماعه. لا لسه في دوشه. في شوشرة. طب ميوت اول. وين ملاك؟ ارفع ايدك يا ملاك. هاي ملاك، هاي انا ميوت عندك. يلا شاركي معاي. تمام. هلا هون مو عامل حدود بدون حدود. احنا بنحله كأنه بدون حدود.
يلا بسرعة احكي لي شو الطريقة. هلا بدنا نحط صاد موضوع قانون ونطلع المعادلة. يلا صاد مش تعب موضوع قانون اسمه صاد بنحطها تساوي س تكعيب زائد 5 اللي جوا القوس. هاي أول خطوة. بعدين نشتق. نشتق نقليني. دال صاد على دال سين. أيوة. ثلاثة ربيع. ضرب تبادلي. ملك ترى عندك المايك بيشوش. هاي على واحد. وبعدين ضرب تبادلي. يلا ومنها دال صاد تساوي ثلاثة سين تربيع دال سين. ومنها دال سين بتساوي دال صاد على ثلاثة سين تربيع. ما في حدود خلاص ما بدي ابدل الحدود. اذا انا اكتفيت بهذولا التعويضات. مين اللي بهموني منهن؟ الصاد تساوي سين تكعيب على زائد خمسة. هاي واحدة وبهمني هاي. يعطيك العافية ملك. بدي حدا غيرك هسه يشارك. ايوه مين بده يشارك؟ ندى. هاي نزلت الايدين المرفوعات. يلا يا ندى. كملي لي على شغلها يلا. يلا هلا بدي اعوض. لا نقليني شو اكتب على السريع احسن. أيوة. هلا بدي أحط الصاد قيمة الصاد. أول شيء اكتبي ثلاثة سين تربيع. نقليني من السؤال. ثلاثة سين تربيع اكتب ثلاثة سين تربيع. هسه أجا دور هاي اللي هي سين تكعيب زائد خمسة شو بحط محلها؟ قيمة الصاد. ممتاز. وهون شو بحط قص إيش؟ تربيع برضه. ممتاز. ومحل دال سين شو أكتب؟ ثلاثة سين تربيع. لا مكان دال سين. دال صاد على ثلاثة سين تربيع. أيوة هيك أنا بكون خلصت التعويضة تبعتي. بعدين شو أسوي؟ أكمل ولا؟ لا لما تشط بالسينات بتبدي تكاملي. لسه في سينات في المسألة. ثلاثة سين تربيع. أيوة ثلاثة سين تربيع بتختصر مع ثلاثة سين تربيع. صاد تربيع دال الصاد. ايوه هيك لازم تكتبي. ما تكاملي على تستعجليش على التكامل. اول صف المساله كلها صاد بدال صاد بعدين بتكاملي. يلا كملي معايا شوف. هلا صاد اس 3 على 3 زائد جيم. خلصنا هيك؟ خلص لانه ما في حدود يعني. بس ضايل خطوه. شو الخطوه اللي ضايله؟ مش عارف. ايوه هاي نور بتقول لك رجعي صاد لاصلها. يعني صاد اصلا شو كانت؟ سين تكعيب زائد خمسة. بنرجع هون شو بنسوي؟ بنكتب مكان صاد سين تكعيب زائد خمسة الكل اس ثلاث على ثلاث زائد جيم. هيك انا بكون خلصت. صعب؟ لا بس بده يعني بده تمرين بس شوية تمرين. يلا نروح على مسألة ثانية. هسا بدنا نمشي عاد سريع ولا ما مش لازم امشي سريع؟ لا لازم امشي سريع. هسا بدنا حدا الان. نداء الله يعطيك العافية. بدنا حدا ثاني. مين يشارك معانا؟ هاي نيفين. يلا تدريب. لا التدريب بالضبط. جد قيمة التكامل الاتي. صاد سين تكعيب زائد اثنين سين تربيع. يلا هات بدي ارد عليك انا. صاد بيساوي سين تكعيب اللي هو جوا القوس هاي زائد اثنين سين تربيع. كملي. دال الصاد تساوي ثلاثة سين تربيع. دال الصاد على دال السين. معلش خلنا نبدا شوي شوي. يلا دال الصاد دال السين شو بتساوي؟ ثلاثة سين تربيع زائد اربعة سين. نصيحة لما يطلع معك حدين اعملوا قوس. المسائل اللي قبل شوي ما كان يطلع معي حدين. لما يطلع معاكم حدين في الاشتقاق اعملوا الحدين جوا قوس. كملي. ثلاثة سين تربيع دال الصاد. هاي بعتبرها على واحد كأنه هيك. أربعة سين دال السين.
لا لا معلي معلش نيفين خليكي معي، اضربي تبادلي، خلينا نمشي على نفس الطريقه اللي تعلمناها. شو بصير عندك؟ دال الصاد يساوي قوس 3 س تربيع زائد 4 س، الكل مضروبه بدال س. ممتاز، فهمتوا ليش حطيت القوس؟ لا لانه لازم يجي عليها كلها، ما بصير يجي بس على واحده منهم. يلا اعملي لي دال س موضوع القانون. دال س تساوي دال الصاد على 3 س تربيع زائد 4 س. ايوه هيك احنا بنكون ايش؟ جهزنا المسألة التعويضة، هاي بتهمني وهاي بتهمني، صح ولا لا؟ يلا كملي لي عاد. ايش ارجع اسوي اكتب؟ تكامل ال 21 ما لهاش دخل في الموضوع، حطيها 21. هي مضروبة بكل بالحدين صح؟ ايوه بالضبط، انا ما بفك القوس، بخلي كل شيء زي ما هو. لاحظ كيف انا ما ضربت ال 21 جوا القوس، خليتها مكتوبه 21 والقوس كتبته زي ما هو. بعدين شو اكتب؟ اللي هي صاد اس 7. برافو، بدلت هاي بصاد ضرب دال الصاد على 3 س تربيع زائد 4 س هيك. لعند هون ذهب احنا شغلنا، شو ضال نسوي؟ نحسب 3 س تربيع زائد 4 س. بالضبط طلعت بالضبط، هي هياتها هاي مع هاي شطبت. لا تكاملي، ردي عيدي كتابة السؤال من جديد. تكامل 21 صاد 7 دال صاد. يلا كاملي لي هاي. 21 صاد أس 8 على 8 زائد جيم. كملي. 21 على 8 مرد س تكعيب زائد 2 بين قوسين طبعا بين قوسين كل أس 8 زائد جيم. برافو عليك، هيك بتكون المسألة شو خلصت على الآخر. ملاحظين كيف؟ ترى هذول المسائل روتينيات، يعني لو بتكرر ثلاث أربع أسئلة بهاي الطريقة بتلاقي حالك شو معلم صرت. يلا حدا غير نيفين، يلا مين بده شارك؟ هاي في مين كمان رافع إيده؟ نيفين خلنا نعمل لك ميوت. أستاذ وسيم ها أعطيناك الدور يا أستاذ. أستاذ وسيم سامعني؟ المايك مفتوح عندك، في حد حاب يشارك؟ يلا يا هنا. بس قبل ما احد اسال، اسالي. احنا من اللي بنسويه بصاد، انه اللي بنخليه صاد اي اقتران بنا اياه ولا لا؟ اللي تحت الاس، مين اللي مرفوع الاس عالي هون؟ مثلا هاي الاس 7 شايفتيها؟ شايف المساله هون؟ هاي جاي الاس 7، هاي اللي بنعملها اللي تحت الأس هي اللي بنعملها صاد. يلا يعني هلا بالمثال الجذر، يلا خلينا ناخذ هذا المثال. خلينا نكتب السؤال هيك بوضوح، 2 س زائد 1. احنا الجذر دائما شو اتفقنا عليه؟ شو نسوي؟ نسوي فيه نرجعه لايش؟ للأس. أس نص، يعني راح نكتبه هيك، سين تربيع زائد سين زائد 5 الكل أس نص. طلعي معاي صبية السعيات، مين اللي مرفوع لقوة هون؟ اللي هو المقدار هذا صح؟ هذا اللي بفرضه صاد. عرفتي كيف بعرف ايش اللي بدي افرضه صاد؟ يلا كملي معاي، عدنا سريع حسن نشتغل. ماشي، هلا بنحكي صاد تساوي س تربيع زائد س زائد 5. ايوه، وبنشتقها بنحكي دال صاد على دال س تساوي 2 س زائد 1 قوس على 1. طلعي خليكي معي، ركزي معي، انتوا هاي بتهتموش فيها بس انا كثير بهتم فيها. لما تشتقي وبيطلع معاكي حدين حطيهم قوس، لو حد واحد وما اعطيتش قوس عادي لانه هو مضروب ما في مشكله،
يلا كملي. على أعلى واحد بتصير دال السين دال دال صاد الصاد هيك. يساوي ايوه اتنين سين زائد واحد الكل ضرب اتنين سين. دال سين مش اتنين سين. هلا على اتنين سين زائد واحد على اتنين سين زائد واحد ممتاز. وبصير دال سين تساوي دال صاد على اتنين سين زائد واحد. هسه بتتخربطوا لو عكست الدال صاد والدال سين، لو حطيت انه هذا واحد على اليمين وهذا على الشمال، ولا نفس الاشي؟ نفس الاشي. يلا خليكي معايا يا سيات، مين اللي بدي اهتم فيه انا من هذول الخطوات؟ ايش اهم اشي؟ هاي بروزيها، هاي بتلزمني، ودال السين، ودال السين بتلزمني، هذول اللي بيلزموني. يلا نعيد كتابة المسألة مرة ثانية، يعني هاي التعويضة تبعتها هياتها اعطيتها قدامي، نقليني شو اكتب. هلا شايف التكامل، تكامل زائد واحد ممتاز. صاد اس نص برافو، ضرب دال الصاد على اثنين سين زائد واحد طبعا بقوس هيك. كملي. هلا بتروح، هلا بتروح اثنين سين زائد واحد مع اثنين سين زائد واحد، شو بيطلع عندي؟ تكامل صاد اس نص دال السين دال الصاد. دال الصاد. ما هو لو دال السين مشكلة. هلا بنكمل، بتصير 2 على 2 صاد أس، لا لا 3 صاد أس 3 على 2 ب 2 على 3. هسه حكيناها قبل شوي، قلنا الطريقة بنجمع البسط مع المقام، 1 زائد 2 3، 3 على 2 بنضرب هنا في المقلوب. ضايل خطوتين بدك تسوي لي اياهن، يلا كملي معروفك. مكان صاد ونرجع جد. يلا اذا 2 على 3 صاد، شو هي اصلا كانت صاد؟ اللي هي سين تربيع زائد سين زائد 5. يلا اذا هنا بين قوسين سين تربيع زائد سين زائد 5 الكل اس 3 على 2 زائد جيم. ضايل الخطوه 2 على 3 في الجذر التربيعي لي سين تربيع زائد سين زائد 5 الكل اس 3 زائد جي. شو بدكم اصعب من هيك؟ سهل؟ الحمد لله، الحمد لله انه سهل. حدا ثاني يلا، مين يشارك كمان؟ مين يحل السؤال اللي بعده رقم 2؟ اوه هذا في جتا، والله هذا مبين صعب. يلا وين النشيطين؟ هاي نيفين بدك كمان مره تشاركي؟ ها هاي انا ميوت ونداء، وهاي كمان نداء فتحت لك المايك، بس خلينا نبدا. يلا احكي على السريع، احكي. صاد تساوي 2 س ناقص 1، يعني اخذت الزاويه هالمره. شوف قبل شوي البنت سالتني قلت لها حط اللي تحت الاس، طب هون ما في اس، بنحط الزاويه اللي هي اللي قدام الجتا اللي قدام الجيب. يلا كملي. اشتقيها. كملي، هاي كان على واحد. اثنين دال السين يساوي دال الصاد، شو رايك هيك اكتب؟ بصير ولا ما بصير؟ بصير، ما هو لو حطيتها على اليمين ولا على اليسار شو بتفرق؟ ولا اشي. انا بدي دال السين موضوع القانون. دال السين تساوي دال الصاد اثنين. ممتاز. مين اللي اهتم فيهن انا؟ صاد ودال الصاد. هاي وهاي. يلا نعيد كتابة السؤال، هاي مسألتنا احنا. تكامل 6 جتا، تكامل 6 جتا لصاد، برافو، دال الصاد على 2 ممتاز. كملي. هلا من كامل ولا من اول بنبسط الاعداد الثابته هاي، ظبطي لي اياها. هاي على 2 فيها 1، على 2 فيها 3. شو صارت المساله؟ تكامل 3 جتا صاد دال الصاد. شو تكامل الجتا؟ جيب. اذا بنقول 3 جيب صاد زائد جيم. خلصنا؟ لا لا منعوض، منعوض. اثنين سين ناقص
واحد زائد جيم. يعني رجعنا صاد لأصلها، هيها رجعنا صاد. نعم تكامل الجتا جيب، وتكامل الجيب سالب جتا، تكامل الجيب سالب جتا. هذول حفظ حكينا، حفظ هذول قواعد أساسية بنشتغل عليهم دائما وبنحلهم. يلا اللي بعديها مين بده يشتغل معانا فيها؟ تفضلي. طب كيف بدي أميز بين هذا السؤال وأسئلة الدروس اللي قبل؟ نفس هذا أعم من الدروس اللي قبل. واضح. كيف بدي أميز؟ سهل جدا. يعني مثلا في الدروس اللي قبل كنت أقول لك بس تكامل جتا سين، صح؟ طلعي هاي هون شو صارت؟ هناك كنت أقول لك تكامل سين والسبعة، صح؟ هلا شو قاعد بقول لك؟ قاعد بقول لك تكامل مثلا 5 سين زائد 1 أس 7. يعني صار هون بسموه باللغة الرياضية تركيب، في اقترانات مركبة. ها يا جماعة الطريقة هاي اللي قاعدين نتعلمها السعيات هي نفس قاعدة السلسلة بس للتكامل. هاي قاعدة السلسلة للتكامل. إذا يعني باختصار هي نفس القاعدة القديمة اللي أخذناها اللي تعلمناها، لكن هون مع إيش؟ مع أوسع، يعني ركب اقترانات جوا بعض. يلا رقم 3 مين بده يحله معاي؟ هاي محدود. هاي هنا بدك تحلي. يلا يا هنا. هلا بدنا نختار، بدنا نخلي الجذر انه نخليه أس ثلث ونرفعه فوق. شو رايك نعمله خطوة واحدة؟ نعمله هذا أس ثلث ونرفعه فوق. نقليني شو أكتب؟ تكامل من 2 لصفر، من 0 لـ2. اقري من تحت لفوق. 6 سين، 6 سين ضرب، ضرب قوس يعني. أيوة أيوة أس واحد والسالب ثلث. ممتاز. ليه سالب ثلث أجين؟ خلينا نفهمها. شلنا الجذر الجذر في المقام أس ثلث، رفعيه فوق صار أس سالب ثلث. لعند هون تمام. يلا سرعي لي أشوف. نفرض أن س تساوي س تربيع زائد واحد. شو عدلك أنك تفرضي س تربيع زائد واحد؟ اللي فوقها أس. ممتاز، اللي فيها قوة. يلا كملي. دال س على دال س. أيوة. يساوي 2 س. في داعي أعمل قوس لـ2 س؟ لا، لأنها حد واحد. يلا كملي. بتصير دال الصاد تساوي 2 السين دال السين يساوي دال الصاد. ترى صرت أغير السيات أنا. يعني ضربت هيك تبادلي وحطيت الدال السين على اليمين بصير. يعني فينا بديش حدا يتعود على منظر يقعد يحفظ حفظ. خلص هي ضرب تبادل 2 سين في دال سين 2 سين دال سين. اللي قبل شوي المسألة كنت أحل إن كنت أحط الدال الصاد على اليمين ما بيفرق. يلا على دال السين تساوي دال صاد على 2 سين. ممتاز. على مين أركز؟ على مين أركز؟ على صاد وعلى دال سين. طيب عشان محدود إنه نحكي إنه عندنا سين تساوي 2. يعني بدك تبدل الحدود أنت. يلا خلنا نبدل الحدود. برافو عليك. يلا قولي إنه عندنا سين تساوي 2 صاد. خط الحد الأعلى أنت بالأول. أيوة. صاد يساوي 5. كيف جبت الخمسة؟ عوضنا 2 في سين تربيع زائد 1. إذن هاي بتهمني كمان. ولما سين تساوي 0. أيوة. صاد يساوي 1. ممتاز. وهاي بتهمني. هاي اسمها كلها على بعضها يا جماعة. هاي اللي صلنا ساعة بنكتب فيها هاي. شو اسمها هاي؟ هاي اسمها التعويض. يلا ارجعي لي للمسألة الأصلية وعيدي كتابتها كاملة. نقلين شو أكتب؟ هلا تكامل من صاد يساوي 5 لصاد يساوي 1. لا صاد يساوي 1 لصاد يساوي 1. أيوة دائما ابدي من الحد الأدنى 1 إلى 5. كلكم فاهمين ليش بدلت؟ لأنها بدها تحل بس على الصاد، ما بدها تحط السين نهائيا. يلا كملي نقليني. س
سين اللي هي هاي ست سين الأصلية لسه ما شطبتها أنا. أيوة. بصاد والسالب ثلاث. تلت. سالب تلت عصر. ضرب. لحظة شوي خلنا نكتبها صح بس. سالب ثلث. أيوة. ضرب دال صاد على اثنين سين. من وين جبتيها هاي؟ من التعويضة. يلا كملي. هلا نختصر ست سين مع اثنين سين ضل ثلاث. ثلاث بدون سين. لأنه السين راح تشطب مع السين وستة تقسيم اثنين فيها ثلاث. يعني المسألة صارت هيك. من واحد إلى خمسة لثلاثة صاد والسالب ثلث. دال صاد. يلا بدي امسح هذول ونكمل. في داعي نرجع صاد لاصلها هون؟ لا بس لا، لانك بدلت الحدود. مدامك بدلت الحدود ما في شيء بده يرجع لسين. خلص سين نسيناها وكانها مش موجوده، كانها مش موجوده. شو ظل علينا نسوي هسه؟ بدنا نكمل. يلا كامله. بتصير ثلاث نطلعها برا. صاد صاد آسف مش سين صاد. أيوة. بس سالب أربعة. ليش سالب أربعة؟ سالب واحد. هي سالب واحد على ثلاث بيطلع اثنين على ثلاث. اثنين على ثلاث لأنه سالب واحد زائد ثلاث اثنين. اثنين على ثلاث. ضرب ثلاثة اثنين. اكتب زائد جيم. لا لا محدود. اذا بنحط الحدود من واحد الى خمسة. كملي. هلا بدنا نعوض. قبل ما نعوض قبل ما نعوض بسطي ورجعي الاس الكسري الى جذور. صار ثلاثة وثلاثة تسعة على اثنين. جذر التكعيب لصاد تربيع. ممتاز. الحدود من واحد لخمس. يلا ورينوا شطاركم بالتعويض هالسعيات. هلا نخلي تسعة اثنين لحال برا. بدي اسوي التعويضة هون على الوساع عشان تكون يعني واضحة التعويضة، لانه انا بعرف في ناس بخربطوا كثير فيها هاي. اول شيء بدك تعملي قوسين وتحطوا بينهم ناقص. هاي نور بتقول لي في قبل في شيء بدي اسويه قبل. شو هو؟ ايوه بدي اطلع 9 2 برا. اذا بدي اعمل يساوي 9 2 واعمل قوس كبير هيك وبعدين اعوض. يلا نقليني. هلا بتصير جذر الواحد تربيع جذر التكعيب ولا الواحد تربيع؟ خطا. واحد تربيع خمسه. خمسه بالاول تربية. اول التعويض بالحد الاعلى ثم التعويض بالحد الادنى. ترتيب مهم. انا ما بقول التعويض بالكبير بعدين التعويض بالصغير، لا، الفوقاني اول، الفوق اول بعدين اللي تحت بغض النظر عن القيمة. يلا وش اكتب؟ جذر التكعيب الواحد تربيع. يلا كملي. تسعة اثنين ماليش دخل فيها. شو الجذر التكعيب الى خمسة تكعيب؟ التكعيب مع التكعيب يروحوا بظل خمسة ناقص واحد. برافو. لا هو ليش تكعيب؟ انا مش عارف ليش حطيت تكعيب هون. استنى في عندي شيء غلط. انا هي خمسة تربيع. اسف انا خمسة تربيع يعني 25. دقيقة عشان ما نخربطش الدنيا. اذا هاي غلط خمسة. يلا شو الجذر التكعيبي ل 25 او الجذر التكعيبي ل 5 تربيع؟ كيف بدي احسبه هذا؟ 5 تربيع هي 25. طيب بعدين جذر حتى لو جذر طريقتك 5 5 ما بتزبطش. ما بتزبط. اذا هاي بتركها جذر التكعيبي ل 25 وخلص ولا بسوي فيها شيء. ناقص واحد ولا تضرب ولا عباد. خليها هيك يا ستي مبسوطين عليها احنا. نقدر نعتبر انه هذا جواب نهائي. قابلينه منك.
إذا يعني هنا لاحظوا الأعداد ممكن تيجي فيها صعوبة شوي صح؟ بس مش هالمعقد يعني. يلا يعطيك العافية. يلا مين بده يشتغل معانا السؤال اللي بعده؟ يلا يا نور دورك هسه. أربعة رقم أربعة. يلا اكتب تكامل من ثلاث الى صفر محدود. ايوه شو اكتب فوق؟ خمسة سين زائد واحد. ما كتبت الواحد لان الواحد ما فيش داعي ينكتب. اس نص سالب نص. طبعا فاهمين ليش سالب نص؟ لانه انا هاي الجذر بالمقام بيكون اس نص، لما ارفعه فوق بصير اس سالب نص. كملي. نحكي صاد. بدنا نفرض صاد ايش؟ صاد يساوي خمس سين زائد واحد. لحظة شوي، في حدا رافع ايده او في حد بيسأل سؤال على الشات؟ دقيقة شوي. تفضلي، مين اللي بدي يسأل؟ نيفين. نيفين يا نيفين وينك؟ لو ترفع ايدك بس عشان بسرعة طولك. اهياتك لقيتك خلاص. تفضلي. استاذ لاحظت ملاحظة انه الاس كامل مثلا نجمعه بواحد. ايوه بنهايته بطلع نفس الناتج اللي يعني زي الطريقه القديمه اللي اخذناها صح؟ بس بدها شرط. هاي تعرف شو الشرط؟ لا شرط انه يكون اللي مضروب في الجذر او في الاس يكون مشتقة ما داخل القوس. يعني لازم اللي برا هذا يكون مشتقة اللي جوا. اذا بالضبط نفسه كلامك صح، برافو عليك. لكن اذا مش زيه بالضبط ما بدك تعملي على الطريقه الطويله. ايوه بدنا نعمل على الطريقه الطويله. يلا كملي معي. نشتق دال صاد على دال سين يساوي خمسة. خلص على طول ضرب تبادلي. دال سين خمسة دال سين يساوي دال صاد ومنها دال سين يساوي دال صاد على خمسة. هاي تعويضتي. بدك تبدل الحدود او تخليهم؟ بدنا نبدل الحدود معناته ما خلصت التعويضه. كملي. لما سين تساوي 3 لما سين تساوي 3 5 في 3 زائد 1 هي بدات بالحد الادنى. يلا ارجع عوضي 3 هون. 5 في 3 15 16. ليش 15؟ منين جبتي 15؟ مالك 5 في 3 15 1 16 صح. ولما سين صفر صاد واحد. لحظة شوي خلينا نبروز بس الأشياء المهمة. هاي بدي إياها ودال سين بدي إياها والحد هذا بدي إياه والحد هذا بدي إياه. يلا نقليني. يلا احكي. الحدود تكامل من واحد ل 16. العكس. أنا لأنه هون كاتب 3 إلى 0 إذا مين اللي أجت مع الثلاث؟ ال 16. إذا غلط أنا كتبت. إذا لازم من 16 ل 1. أيوة صاد أس سالب نص دال صاد على 5. الخمسة هاي هي خمس ترى لأنها في المقام، وأطلعها برا التكامل إذا حبيت. يعني هاي بتصير هيك خمس تكامل. منين جبت الخمس؟ اللي هو دال صاد على خمسة لأن بالمقام بطلعها برا. ثابت أخذنا بالخواص إنه الثابت بقدر أطلعه برا التكامل. صاد السالب نص الحدود من 16 إلى 1 دال صاد. كملي. خمس ماليش دخل فيه براني. كملي. صاد سالب واحد زائد اثنين واحد. واحد على اثنين ضرب على واحد. يعني اثنين. حط زي الجيم؟ لا. لا. التكامل من 16 ل 1. يلا كملي. هاي كان اثنين على خمسة. خمس ضرب اثنين. يعني بقدر اختصر هاي بسهولة واقول اثنين على خمسة. عشان بس ما تشعيد الكتابي. يلا كملي. اثنين على خمسة برا لحالة. بفتح قوس كبير. بعمل قوسين صغار وبينهم ناقص. عوضي. طبعا انا لازم ارجع صاد اس نص لاصلها. شو هي صاد اس نص؟ جذر صاد. هاي عشان ما اقول ابدل. يلا احكي. جذر 16 16 خطا لا.
واحد. جذر واحد حكيت أنا بنعوض بالحد الأعلى. بعدين الأدنى. ناقص تعويض بالحد الأدنى. مش بالكبير ولا صغير. جذر الواحد. يلا كملي أول شيء. 2 على 5 افتحي قوس. في واحد ناقص. واحد ناقص 4. لأنه جذر 16 4. كملي. سالب 3. 2 على 5 ضرب سالب 3. بطلع سالب 6 على 5. حلو الكلام. اللي بعده بتوقع درس بسيط بس بده شوية ايش متابعة. انا بنصحكم كيف تدرسوه هذا، يعني اللي حاس انه لسه في عنده صعوبة يمسك الامثلة اللي حليناها، ما بجيب اصعب منهن، ترى هذول اصعب امثلة. شو بيجي بيسوي؟ يوقف المثال وشو يسوي؟ يتدرب عليه، يحاول يتدرب عليه لحد ما يتقنه 100%. يلا مين يحل معاي هذا السؤال اللي هون؟ التدريبات وين ملك؟ يلا يا ملك. طب نحلين كلهن نخلص منهن. ملك مايكك بشوشر. لا عندك شوشر. يلا يا نيدا. يلا تدريب الاولاني. رقم 2 ولا 3؟ ترى 2 حليناهن، ما احنا خلصنا. هلا التكامل 3 سين بدنا نحكي انه قيمه ص تساوي س تربيع زائد 1. يلا ايش رايك نكتب هون على السريع ص تساوي س تربيع زائد 1. اخذت الجو القوس. كملي. هلا بنحكي بدنا نطول مشتقة دال ص تساوي 2 س. يلا ها هسه بدي اسرع عاد شوي. يلا نقليني. ص س ضرب ص قص سالب 5. ممتاز. ضرب د ص على 2 س. على 2 س. كملي. هلا بنحكي 3 على 2 نحطها على جنب. طلعيها برا التكامل. بعدين بفتح تكامل. السين مع السين شو بصير فيها؟ بتروح. شو بضل عندنا؟ ضل عندي صاد أس سالب 5 دال الصاد. كملي. هلا 3 على 2 بنحطها وتكامل صاد أس سالب 5 بيعطيني سالب 4. صاد أس سالب 4 على سالب 4 زائد جيم. خلصنا هيك؟ لا بدنا نروح هلا نعوض قيمة الصاد بسين تربيع زائد 1. يلا احكي. 3 على 2. 3 على سالب 8 او سالب 3 على 8 شو رايك؟ يعني ضربت 2 في سالب 4 سالب 8، بس السالب دائما بحطه في البسط. ايوه ضرب بفتح قوس اللي هو سين تربيع زائد 1. رجعت الصاد لاصلها يعني. كملي بدي كمان خطوة. أحط قيمة شو عملت؟ خلصت الأس السالب رجعته موجب. بس خلصت. في حدود؟ لا معناته فيش تعويض، خلص ما راح أعوض إشي وانتهيت وخلصت السؤال كلياته. الله يعطيك العافية. مين كمان بده يحل؟ خلينا نشوف مين رافع ايده، خلينا نشوف مين رافع ايده نحل، نعطيه دور يحل. هاي هنا. يلا تفضلي. هلا نختار صاد انه بين اقواس. انت وين بتحلي؟ رقم 2. رقم 2 احنا. يلا صاد ايش بتساوي؟ 1 ناقص س تربيع. برافو. اللي هي الزاويه. يلا احنا بنحكي دال ص على دال س تساوي سالب 2 س. ومنها دال س على طول شو بتساوي؟ دال ص على سالب 2 س. انا بسويها بسرعه، يعني اللي ما بيعرف مثل هيك يعمل ضرب تبادلي ومش عارف. هي بسيطه ترى. يلا نقليني هسه شو اكتب. هلا
بنحكي 2 س أيوة قاطع تربيع قاطع تربيع بصاد برافو دال صاد على سالب 2 س كملي هلا بنختصر 2 س مع سالب 2 س بضل سالب 1 بيطلع برا السالب دائما الثوابت تحطوها برا التكامل احسن لكم قاطع تربيع صاد دال الصاد كملي هلا بنكامل قديش؟ سالب برا بصير ظل سالب تربيع 2 ظل صاد زائد جيم فيش على 2 منين جبتي لي اياها على 2؟ هاي ما فيها بنضيف للاس وبنقسم ولا شيء هاي محفوظه تكامل قاطع تربيع صاد هو ظل صاد والسالب لانها برا حطيت صاد ظل خطوه نعوض مكان صاد في واحد ناقص سين تربيع سلامتكم يلا اللي بعديها سريع خلينا نمسح بس ونعطي دور لحدا ثاني مين هون نيفين غيركم ملاك تحاول يا ملاك المشكلة مايكك لا عندها مشكلة الصوت صراحة يلا طيب نيفين ها بحكي صوت أول إشي بنحول الجذر جذر إيش تسوي ناقص 2 س تربيع ناقص 1 لكل أسطل يعني نكتب السؤال من جديد معلش من 1 إلى سالب 1 أيوة 4 س 4 س ناقص 1 أيوة س ناقص 2 س تربيع ناقص 1 لكل أس دال س انا دائما هذا التظبيطات يعني بتريحنا صراحه بالحل بتخلي الحل يصير سهل يلا سوي تعويضتنا شو التعويضه بدك تسويها هي صاد تساوي س ناقص 2 س تربيع ناقص 1 تمام كملي دال الصاد تساوي هاي على الواحد ناقص 4 س 1 ناقص 4 س هي لازم دال صاد دال سين هي هيك لازم ايوه هاي طبعا لازم قوس ما ننساش ان نحط قوس كملي دال الصاد تساوي 1 ناقص 4 دال السين تساوي دال الصاد على 1 ناقص 4 سين طيب بدلي لي الحدود تساوي لحظة شوي في ناس رافعين ايديهم بس خلني اشوف مين رافع ايده يا ملك اكمل كملي بس انت مايك ترى ذابحني لا انت خليك لا اسمعي ملك خليها تكمل زميلتك انت اللي بعده بتحلي تمام بس اعمل ميوت للمايك تاعك شوي يلا كملي اختي اللي كانت تحل معاي عندما سين تساوي سالب واحد سين تساوي سالب واحد يؤدي إلى أن صاد تساوي كم؟ يلا عوضي هون بسالب واحد لا تغلطي سالب واحد سالب اثنين سالب أربعة بيطلع صح هيك؟ بيطلع سالب واحد ناقص اثنين ناقص واحد بيطلع سالب أربعة مظبوط كلامك ناقص واحد يلا ولما س تساوي واحد عندما س برضو ناقص أربعة خلينا نجرب نشوف نتأكد لا ما بيطلعش نص ناقص أربعة ثلاث بيطلع واحد ناقص اثنين ناقص واحد بيطلع واحد ناقص ثلاث بيطلع سالب اثنين بتغيرت إشارة هون بيطلع سالب اثنين يلا كملي من سالب اثنين تكامل من سالب اثنين لسالب أربعة سالب اثنين لسالب أربعة بحافظ على الترتيب اللي موجود في المسألة تمام
طيب 4 س ناقص 1 4 س ناقص 1 في ص والثلث ممتاز في د ص على 1 ناقص 4 س لما نشطبهم مع بعض بيطلع سالب 1 برافو عليك لانه هاي 4 س ناقص 1 هاي 1 ناقص 4 س اذا بس لما يشطبوا مع بعض شو بصير هون وهذا السالب 1 يعتبر عدد ثابت بقدر اطلعه برا التكامل اذا شو بصير عندي هون سالب تكامل من سالب 2 لسالب 4 ص اس ثلث د ص كملي بنكملها عادي يلا كملي 1 زائد 3 السالب لا ننساهوش السالب بس السالب ما ننسى سالب ص 4 على 3 ضرب 3 على 4 هيك صح من سالب 2 ايوه كملي سالب 3 على 4 بفتح قوس كبير سالب 3 على 4 بطلعها برا وبفتح قوس كبير وبعمل ايش؟ قوسين جواته يلا احكي جذر بالاول حوليها لجذر برافو عليك ايه بحكي يعني صاد اس 4 3 هي ايش اصلا؟ جذر صاد تكعيب جذر الاربعه لصاد تكعيب صاد أس أربعة الجذر التكعيبي لصاد أس أربعة يلا نقليني هسا شو أكتب؟ اللي هي صاد جذر السالب أربعة الكل أس أربعة سالب أربعة الكل أس أربعة أيوة والجذر التكعيبي لسالب اثنين الكل أس أربعة يلا هسا نعمل الحسبة هاي إذا لاحظوا ممكن يجيبوا لكم أعداد زي هيك في الامتحان. كيف بدي أحسب الجذر التكعيبي لسالب 4 أس 4؟ كيف بدي أحسبها؟ 2 ب 2 ب 2 ب 2 وبطلع موجب لأنه أس 4 لا 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 هو راح يطلع موجب راح يطلع موجب هاي متفق معاك عليها. بس كيف حسبتيها أنتِ؟ أنا حكيت جذر الأربعة في جذر الأربعة في جذر الأربعة أربع مرات. قصدك السالب أربعة اللي تحت الجذر بتطلع في نفسها أيوة أربع مرات مزبوط كلامك أنا معاكي فيها بس هي جذر تكعيبي عفوا إيش لازم أعمل هاي جذر تكعيبي يعني هي هيك طبعا بدنا نفصلها السعيات هاي أصلا الجذر التكعيبي لسالب أربعة ضرب سالب أربعة ضرب سالب أربعة ضرب سالب أربعة لا تلجأوا للضرب لا تضربوا خلوها هيك هسه بقول لكم كيف بدنا نسويها ناقص الجذر التكعيبي لي سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 هذا كله تحت الجذر التكعيبي ترى تفضلي بحكي جذر 16 تكعيب ضرب جذر 16 تكعيب اطلعها لحظه كيف طلعتي ال 16 من وين جبت ال 16 لا لا انا هذا اللي بدي اقول لك اياه لا تضربي لو ضربتي راح تعقد الدنيا انا بقول لك ليش لانه بتصير الاعداد كبيره بتصير الاعداد كبيره معي انت انا طلع عندي طريقه سهله اذا متذكرين لما اخذته بسابع وبثامن الجذور كنا نقول في الجذر التكعيبي من كل ثلاث مكررين ناخذ واحده برا عرفتي كيف يعني أنا ما في داعي صراحة أعمل هاي الحركة هاي ممكن أسويها شفوي إذا أنا بقدر أطلع سالب أربعة الأولانية هنا برا بتصير الجذر التكعيبي لسالب أربعة ناقص هون راح أطلع اللي هو من هذولا عندي ثلاث جذور سالب اثنين بأخذ منهم واحدة برا شو بطلع عندي كون سالب اثنين في الجذر التكعيبي لسالب اثنين لسالب اثنين وصلت كيف الطريقة يعني أنا هنا ما اضطريت أو ما لجأت للضرب والحسابات يعني ممكن أختصرها بهاي الطريقة طبعا هل بقدر أختصر هاي مع هاي
الجواب لا، لأنه هاي الأساس سالب أربعة وهون الأساس قد إيه؟ سالب اثنين. بس أنا ممكن أضرب السالب في سالب وبصير موجب، فشو بطلع الجواب النهائي؟ سالب ثلاث على أربعة في سالب أربعة في الجذر التكعيبي لسالب أربعة زائد اثنين في الجذر التكعيبي لسالب اثنين. هذا ممكن يكون حل وانتهينا. ممكن أعمل حركة ثانية إذا ما بدي هاي أسويها، بعمل اللي أنت عملتي. شو اللي أنت عملتي؟ ضربت سالب أربعة في سالب أربعة في سالب أربعة يعني 16 في 16. قد إيه 16 في 16؟ روح ضربينها على جنب. 6 بستة 36 هاي 9، 1 بستة 6 1 بواحد 1 256. إذا سالب 3 على 4 افتحي هون جذر التكعيبي ل 256 ناقص الجذر التكعيبي ل 16. ما راح أقدر أبسط أكثر من هيك، اتركيها زي ما هي، على الأقل مش مطلوب منك تبسطي أكثر من هيك. عادي 100%. يلا يا ملك رقم 4. ملك معانا؟ مفتوح لها، اعطيتها هي. يلا يا ملك. يلا ابدي. اول شيء نطلع الجذر لفوق. يلا احكي. من صفر لثلاث بتصير سين زائد من صفر لثلاث تساوي اس سالب خمس. سالب خمس، طبعا واضح ليش، هي اس خمس تحت طلعناها فوق صارت اس سالب خمس. كملي. يلا خليكي اسرع مني. سين زائد واحد. هلا نشتغل دال سالب دال سين. أنا صرت مخلص. أنا هاي بتهمني وهاي بتهمني وبدي أبدل الحدود. يلا لما سين صفر صاد كم؟ هلا لما سين تساوي صفر صاد تساوي واحد. لما سين ثلاث صاد تساوي أربعة. ارجع عوضي هون، ارجع عوضي بصاد. هاي بتهمني وهاي بتهمني. يلا عادين حولي لي السؤال كله بصاد هالسعيات. تمام. يلا احكي. تكامل من واحد إلى أربعة. نغيرهم صح. صاد أس سالب خمس دال صاد على دال. تمام كملي. هلا صاد أس سالب خمسة ولا خمسة؟ هي سالب واحد على خمسة. شو بتصير؟ سالب واحد زائد خمسة. قديش سالب واحد زائد خمسة قديش؟ سالب أربعة. أربعة على خمسة. ضرب خمسة على أربعة من واحد لأربعة. يلا نقلي نسأل حسابات، خلنا نخلص الحسابات صح هالمرة. خمسة على أربعة طلعيها برا، الثابت هذا طلعته برا. قوس كبير. أيوة هاي معناتها الجذر الخامس. صادتك تربية أس أربعة. يلا احكي. تمام هلا نفتح قوسين. أيوة. أول إشي هو أربعة. أس أربعة. ناقص الجذر الخامس لواحد أس أربعة. وهاي القوس سكرنا. يلا كملي الحسبة أشوف. واضح ما في اختصارات يعني كثير. هون أربعة أس أربعة هسا حسبناها اللي هي 256، فبتطلع الجذر الخامس لميتين وستة وخمسين ناقص واحد. أتوقع هيك ممتاز انحلت. طب أستاذ إذا ما حطيت الجذور عادي؟ والله لو يعني لو حطيتين بأسس كسرية عادي. لا ما يعني ما أظن القد راح يدقوا على الحساب. بس أنت لازم تبسطي يعني، مش بس تعوضي وتستبدلي.
لازم توري أبسط صورة ممكن توصلي لها. طيب مين الصبية اللي قبل شوي قالت لي إنه أنا اكتشفت طريقة سريعة إنه بجمع الأسواح وبقسم أسل الجديد؟ مين اللي قالت لي هذا الكلام قبل شوي؟ نيفين. نيفين وينك يا نيفين؟ تكلمي نيفين ولا مسكر عليك المايك؟ مش شايفة نيفين. نيفين هاي نيفين. طلعوا هسيات بدنا نأكد على كلام نيفين. بس لنأخذ هنا قاعدة سريعة بدل ما نفرض صاد ومش صاد وإشي مثل هيك. راح أعمل الحركة التالية. إذا كان الاقتران اللي داخل الأس خطي. ركزي معي هاي يا نور. يعني مثلا بدي كامل مثلا 7 سين زائد 3 الكل أس 9 دال سين. حلو الكلام. الاقتران هنا خطي ولا مش خطي؟ هذا خطي. هذه بس القاعدة بتزبط شفوي سريع لما يكون الاقتران اللي تحت الأس إيش ماله؟ خطي. شو بنعمل؟ بدون ما نفرض صاد بصير في الامتحان أحلها بدون ما أفرض صاد؟ نعم بصير. فشو بطلع الجواب؟ 7 سين زائد 3 أس 10 على 10. مش هيك تعلمنا؟ زيد الأس 1 قسم أس الجديد. بس نزيد شغلي الضرب معامل سين. وصلت؟ سهلة. تعال نحل آخر واحدة حليناها رقم 4 اللي حليناها قبل شوي. طلعوا رقم 4 اللي حلينا قبل شوي. مش تحولت هيك كانت بدون حدود. تشغلها بدون حدود. مش وصلنا هيك إنها سين زائد 1 مرفوع على القوة سالب 5. يلا نجاوبها سريع. الجوة خطي. لا تعممه إلا بس على الخطي. شو بقول؟ سين زائد 1 أس 4 على 5 ضرب 5 على 4 على هون ضرب 1. ما في داعي اكتب ضرب 1 زائد جيم. لكن حلت. اذا احنا شو بنسوي؟ بنزيد الاس 1 بنقسم على الاس الجديد وبنضرب في المقام في معامل سين. نفس الشيء بالنسبه للجيب والجتا. اذا هي بصير في عندي قاعده جديده كانه والله لا قاعده جديده ولا شيء. نفس القاعده اللي تعلمناها بس انه صار يعني بيقدر يحل هذه المسائل شفوي بدون ما يعمل فرض. بدون ما يعمل فرض. هاي كل القصة. تمام؟ يلا خلنا نحلها التكامل هذا على السريع. من صفر لسالب 13 لواحد على الجذر التكعيبي. انا بدي احله على السريع. هذه المسألة بتنكتب هيك. من صفر لعند سالب 13. شوفهم بدون ما افرض صاد بدي احلها. من صفر لسالب 13 لاثنين سين ناقص واحد. اسف. 2 سين ناقص 1 أس سالب ثلث دال سين. الآن بما أن اللي تحت الأس خطي ما في داعي تفرض صاد وما صاد. إيش بسوي؟ بقول 2 سين ناقص 1 مرفوع للقوة 2 على 3. عرفتوا كم منين إجت 2 على 3؟ كملت. كملت سالب 1 زائد 3 الكل على اللي ضرب 3 على 2 طلع ضرب 2. منين جبت 2 هاي؟ معامل سين. طبعا عندك حدود من صفر الى سالب 13 مكتبين زي ما هن. الان بسط الامور بصير 3 على 4 في الجذر التكعيبي ل 2 سين ناقص 1 الكل تربيع. الحدود من صفر الى سالب 13 وبعدين بعوض. انا بترك التعويض لكم هياتوا لانه محلول المثال عشان انتم تتعودوا على الحسابات حتى لو كان فيها نوع من الصعوبة شوي حتى الواحد ايده تأخذ على الحسابات. يلا التدريبات. يلا على السريع هاي كيف نحلها؟ مين اللي رافع ايده؟ هات نشوف. يلا يا هنا. هلا بالأقواس خطي. خطي فبنحكي انه تكامل سالب 1 ل 2 6 واحد ناقص 2 سين أس 6 على 6 يعني 6. أو شيء بنكتب 6 بعدين بنفتح قوس. واحد ناقص 2 سين أس 6 على 6 ضرب سالب 2 سالب 2
والحدود من سالب واحد لاثنين. كملي في اختصارات. اختصر 6 مع 6. ممتاز. صير واحد صير سالب نص. سالب نص طلعيه برا، افتحي قوس. تعرف انها سالب نص اجا لانه سالب اثنين وين موجوده في المقام، فلما بسحبها برا بتطلع سالب نص. بعدين واحد. ايوه هيك تعويض بالحد الاعلى تعويض بالحد الادنى. واحد ناقص اثنين في اثنين الكل اس ستة. وهو شو راح نعمل؟ واحد ناقص اثنين في سالب واحد اس ستة، تعويض وحساب. شو بتطلع لنا هون؟ سالب نص افتح القوس، واحد ناقص اربعة سالب ثلاث، يعني سالب ثلاث اس ستة ناقص واحد زائد اثنين ثلاث، ثلاث اس ستة. عرفت كيف سويتها هاي؟ لو سالب اثنين ضرب سالب اثنين، سالب اثنين ضرب واحد، سالب واحد قصدي، بيطلع ايش؟ اثنين، واحد زائد اثنين ثلاث. يلا ايش نسوي هسا؟ بدنا نبسطها، يعني نضرب سالب ثلاث اس ستة قديش؟ وثلاث اس ستة يعني حساب، ما بدي اضيع وقت على الحساب. طب اللي بعديها يلا خطي الزاوية، خطي معناته خلص على طول بنحل. احكي. بنحكي هلا سالب 12 جتا. سالب 12 جتا لانه متكامل الجيب جتا، سالب جتا عفوا. ايوه. واحد ناقص سين على سالب 4. برافو، على معامل سين زائد ج. وبنختصر اطلع عندك جتا واحد ناقص أربعة سين على اثنين، أو إذا بدك تكتبها بطريقة ثانية تقولي نص جتا. اتناش. أنا ليش نقلت اثنين؟ والله ماني عارف. إذا هاي بتختصر، دقيقة، أنا قلت اثنين عفوا. إذا إيش راح تصير هاي؟ ثلاث. خلص هيك نحل انتهى، خلصت. شو رايكم في الدرس؟ صعب؟ بالامتحان نحل مباشرة من دون ما نعوض إذا كان خطي. إذا كان خطي. أه. وإذا مش خطي، يعني زي هذا السؤال مثلا، زي هذا السؤال بدك تفرضي على التعويض. أنا السعيات ما راح أكمل معاك هذول الأسئلة هون، هذول بنخليهم للحصة الجاية. ايش؟ نحلهن، يعني اول شيء تتدربوا عليهن انتو، تاخذوا وقتكم وبنرد بنعيد عليه، لانه انا هذا الدرس تقريبا هو اصعب درس عندكم ترى. هذا اصعب درس في كل مادة المستوى الرابع. شو رايكم؟ في احد عنده سؤال اشي؟ اتفضل. مين هنا؟ هنا بدها تسأل. دقيقة يا هنا، خلينا افتح الكل مايكات. تفضلي. ابني يسأل. ما في احد عنده سؤال؟